الحشيش بالرئاسة ديال الفيدرالية. وحقيقة كما ذكر الأخ هذا الجو تاع الأخوي يعني قررنا نديروه في هذه المناسبات. فهذه مناسبة الحمد لله كنا نحيوا فيها هذه الروح اللي سادت والناس ديال الخير هما أهل يعني هما أولى الناس بهذا العمل هذه لأن كنعرفوهم الجمايع وكيصالحوا الناس وفي مجموعة ديال واحد الصفات والأخلاق اللي هي يعني قلة يعني بدات كتنضاطر والحمد لله الخلاف نتمناو أن يكون هذا الجمع هو خير خلف لخير سلف والامتداد يكون إن شاء الله إلى أن يرضى الله من عليه ويبقى هذا التراث اللامادي. وكنحيوا المناسبة اللي كندعو لجلالة الملك حافظه الله بن ناصر الدين لأن تحت الرعاية السامية ديالو اللي كيكون لها التظاهرات لا في جديدة ولا في الجميع معنى أن الدعم الملكي حاضر أن الدعم الأممي الآن أن المغرب هو في خلف التراث اللامادي في الأمم المتحدة في روسيا دخلات. وتصحيح للأخ أن احنا ما كنمثلوش هنا في جيس عمل هنا مستدعي من طرف الإخوان كامل الأعيان إذا ما الدعم هو حاصل احنا موجودين من 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 الألف في الدعم ديالكم ماديا ومعنويا يعني كشخصي يعني وفي المجال ديال مجلس عام راح نفتحوا معكم كما ذكر السي العمراني في الغرفة وأنا أيضا في الغرفة كندعمكم مطلقا وحنا مع الجميع يعني احنا الصالح العام احنا معاه يعني وهذا يدخل في الصالح العام. شكرا لك شكرا ان شاء الله.